أما على ما هي حالة الأكسدة أو عدد التأكسد وماذا يعني تأكسد أو اختزال، لنرى كيف يحدث هذا في التفاعلات، وسندرس في هذا الفيديو تفاعلات الأكسدة والاختزال، وكل هذا يحدث في التفاعل حيث يتأكسد فيه شيء، والذي يعني oxidation reduction، والذي يعني أن الإلكترونات تؤخذ منه وشيء آخر يختزل، أي أنه يكسب بعض الإلكترونات أو أنه يأخذ إلكترونات من عنصر آخر. وقد تم اصطلاح تسمية مختصرة لهذا، لدينا RED من Reduction و OX من Oxidation. ومن هذا سيكون لدينا كلمة بسيطة وهي Redux. حسنا، شيء يتم أكسدته، وإذا تأكسد شيء فإن شيء آخر سوف يتم اختزاله. نعم، دعونا نستخدم لون آخر. إذا لندرس بعض التفاعلات، هنا لدينا تفاعل احتراق، هذا ميثان، ونعلم أن الميثان وقوده يعتبر من الهيدروكربونات. معظم أنواع الوقود التي نستخدمها هي الهيدروكربونات، وهذا يعني أنها تتكون من الكربون والهيدروجين، ترتبط مع بعضها بطرق مختلفة. وإذا أضفنا حرارة كافية للتفاعل، إذا وضعناها هنا مع بعض الأكسجين في الأنحاء، سوف يحترق الميثان وسينتج ثاني أكسيد الكربون والماء. لم أضع حرارة مع المتفاعلات لأن هذا التفاعل ينتج حرارة أكثر مما يأخذ ليحدث. سوف أتحدث عن هذا، عن التفاعلات الماصلة للحرارة والطاردة للحرارة. على أي حال، ما يهمنا الآن هو الأكسدة والاختزال، لنرى إذا تم أكسدة أي مركب هنا أو تم اختزاله. لننظر إلى أرقام التأكسد، هنا الكربون يرتبط مع 4 هيدروجينات، من الذي يعطي ومن يأخذ الإلكترونات؟ لننظر إلى الجدول الدوري، الكربون هنا، الهيدروجين هنا، الكربون هو أكثر كهروسلبية وهو مجاور لأكثر 3 عناصر كهروسلبية، هذه العناصر، هذه هنا هي الأكثر كهروسلبية. دائما نتجاهل الهالوجينات، أقصد الغازات النبيلة، لأنها لا تتفاعل على الإطلاق، وهم سعداء ب8 إلكترونات تكافؤ. أما هذه العناصر تحب اكتساب الإلكترونات، ذراتها صغيرة، الغلاف الخارجي لها قريب للنواة، وهم قريبين جدا ليصبحوا كالغازات النبيلة، هم يحبون احتكار الإلكترونات. الكربون غالبا هنا، الكربون غالبا هو أبعد بكثير عن الجدول الدوري من الهيدروجين طبعا. لذا إذا كان لدينا كربون في رابطة مع الهيدروجين، الكربون سيكون محتكر الإلكترون في هذه الحالة. لننزل هنا، إذا كان الكربون هو المحتكر والهيدروجين هو الذي يأخذ منه إلكترونه، وهي حالة افتراضية، طبعا كل هذا افتراضي كما ذكرنا مسبقا، إنها أكثر افتراضية منها للواقع. ولكن إذا كنا سننتقي أو نختار، الهيدروجين سيفقد الإلكترون، إذا ستكون حالة الأكسدة له +1 لكل هيدروجين، ولدينا 4 هيدروجينات، كل واحد يتخلى عن الإلكترون، إذا الكربون يجب أن يأخذ 4 إلكترونات، إذا عدد التأكسد له يساوي، نعم، موجب يتخلى عن الإلكترون، آسف، -4 يأخذ 4 إلكترونات، لذا الشحنة له ستقل بمقدار 4، لهذا هو يعتبر سالب. ما هي حالة الأكسدة لهذا الأكسجين هنا؟ حسنا، هو مرتبط مع نفسه، لا يوجد سبب لنصدقه، يفسر أن الأكسجين قد يكون قادرا على أخذ إلكترونات من أكسجين آخر، إذا رقم التأكسد لديه يساوي 0، هو يشارك بالإلكترونات أكثر من احتكارها، هذا هو حاله مع نفسه، مع نفسه فقط، مع نفسه. والآن بعد حدوث الاحتراق، ما هي أرقام التأكسد؟ لدينا أيضا الأكسجين، لدينا أيضا الأكسجين مرتبط مع الكربون، 2 أكسجين مرتبطين مع الكربون. نعلم أن الأكسدة اشتق اسمه من الأكسجين، هو واحد من أكثر العناصر كهروسلبية، تقريبا أي شيء يرتبط مع الأكسجين سوف يتخلى عن إلكتروناته. ونعلم أن الأكسجين يريد أخذ إلكترونين، لأنه إذا أخذ إلكترونين يحتاج واحد ليصل لهنا واثنان ليصل إلى هنا، ويصبح لديه 8 إلكترونات تكافؤ. إذا عند عدد التأكسد النموذجي له هو -2، إذا الكربون في هذه الحالة هنا، كل أكسجين سوف يكون لديه عدد تأكسد -2، كل جزيء ثاني أكسيد الكربون متعادل، إذا مجموع
مجموع الشحنات أو مجموع كل شيء يجب أن يساوي صفر. إذا الأكسجينات لدينا اثنان منهم، كل واحد مع سالب اثنان، المجموع ناقص أربعة. إذا الكربون يجب أن يكون زائد أربعة، والذي يعني أنه قد تخلى عن أربع إلكترونات. حسنا، لديه أصلا فقط أربع إلكترونات ليتخلى عنها، لديه واحد اثنان ثلاثة أربعة إلكترونات تكافؤ في الغلاف الثاني، وهو الغلاف المتفاعل لديه، إذا عدد التأكسد له هو زائد أربعة. الآن لنفحص الماء، قمنا بهذا كثيرا، حيث أن الهيدروجينات كل واحد منها يتخلى عن إلكترون، نعم، لديهم عدد تأكسد يساوي واحد، كل أكسجين يأخذ إلكترونين ويوجد واحد منها فقط في الماء، إذا هو ناقص اثنان. إذا ما الذي يحدث هنا؟ ما الذي يتأكسد وما الذي يختزل؟ لدينا الكربون الذي تحول من رقم تأكسد ناقص أربعة إلى رقم تأكسد زائد أربعة. إذا لنرسم ما الذي يحدث في الكربون، الكربون تحول من ناقص أربعة، والذي يعني أنه يحتكر أربع إلكترونات لحاله، لحالة حيث يكون لديه أربع إلكترونات مفقودة، وهو نوعا ما يتخلى عن إلكتروناته، عن الأربع إلكترونات. لذا في مكان ما في هذه العملية هذا الكربون سيتخلى عن ثمان إلكترونات، ثمان إلكترونات، وهذا فرق في ثمان إلكترونات، إذا زائد ثمانية إلكترونات. إذا ما الذي حدث للكربون؟ الكربون هل تم أكسدته أم تم اختزاله؟ الشحنة له ازدادت، إذا لم يتم اختزاله، أو بطريقة أخرى أن الإلكترونات تم أخذها منه، لذا هو تأكسد. الكربون تأكسد oxidized. والآن لنفحص الأكسجين، الأكسجين هنا لدينا أربع ذرات أكسجين، سأكتب أربع ذرات أكسجين، وكلهم لديهم حالة أكسدة صفر، لأنه من ناحية عدد الإلكترونات التأكسد فهم محايدين، وعلى هذا الجانب لدينا اثنان واثنان، إذا لدينا أربع ذرات أكسجين أيضا. وما هي حالة الأكسدة لهم؟ كلهم ناقص اثنان، إذا كل واحد من هذه الأكسجينات من الضروري أنها حصلت على إلكترونين. في الواقع سأعود كتابة هذا التفاعل، سأمسح القليل. إذا كل واحد من هذه في الواقع سأنقل هذه، من الأفضل نقل هذه بهذا الشكل، ها هو يمكن نقله هنا. الآن سأملأ هذا، نعم، بحيث يصبح مرضي جماليا هكذا. حسنا، إذا لدينا أربع أكسجينات مع رقم تأكسد صفر تتحول إلى أربع أكسجينات مع ناقص اثنان، إذا كل واحد من هذه الأربع أكسجينات أخذ إلكترونين، هناك أربعة منهم، إذا سيكون بالتأكيد قد اكتسبت ثمانية إلكترونات. إذا ماذا حدث للأكسجينات؟ عدد التأكسد له قل، للأكسجين عدد التأكسد له قل، أو الشحنة الافتراضية قلت، تم اختزال الشحنة، إذا الأكسجين تم اختزاله. من الذي دعونا نكتب reduction أو reduced، آسف، من الذي اختزله؟ تم اختزاله من قبل الكربون. ومن أكسد الكربون؟ تم أكسدة الكربون من الأكسجين. حسنا، سأكتب هذا باي اوكسجين، من قبل الاكسجين، هو الذي يميل الاكسجين لعمله، اكسدت الاشياء. الان ما هو العامل المؤكسد؟ حسنا، هو هذا الشيء الذي قام بالاكسده، اذا الاكسجين هو العامل المؤكسد. وما هو العامل المختزل؟ ما هو الشيء، بطريقة أخرى، ما هو الشيء الذي قام بالاختزال؟ الكربون هو العامل المختزل، نرى في هذا التفاعل الأكسدة والاختزال، إذا أن الكربون تم أكسدته، تخلى عن الإلكترونات من هذه الحالة لهذه الحالة افتراضيا، والأكسجين تم اختزاله، شحنته تم اختزالها إلى ما مجموعه ثمانية إلكترونات، إذا اثنان لكل أكسجين، ولهذا عدد التأكسد له قل. لنقوم بأمثلة أخرى، وكل شيء من هذه الأشياء التي كتبتها فقط لعمل ملاحظة جانبية، هذا يسمى نصف تفاعل، لأن هنا نكتب فقط ما حدث للكربون، وهذا ما حدث فقط للأكسجين. انتبهوا، قمنا بتجاهل الهيدروجين، قمنا بتجاهل الهيدروجين، وأشجعكم على أن تقوموا بنفس الشيء بالنسبة للهيدروجين، لكن سترون أن الهيدروجين
لم يتأكسد ولم يختزل على الطرفين من المعادلة. كل الهيدروجينات كانت حالات الأكسدة لها زائد واحد. لنأخذ مثالا آخرا. حسنا، هنا لدينا حالة احتراق أخرى، هذا ما حدث لهايندنبرغ. قاموا بملء البالون بالهيدروجين لأنهم أرادوا أن يرتفعوا به، لأن الهيدروجين هو غاز خفيف. لسوء الحظ كان هناك شرارة ما بحضور الأكسجين وتم اشتعاله. حسنا، وفي الواقع هذا بالنسبة لوقود الصاروخ أيضا، إذا كان لدينا هيدروجين سائل، لا أعتقد أن هناك هيدروجين سائل. حسنا، لا أعلم الكثير عن علم الصواريخ، سأقوم بعمل فيديو آخر عن هذا، لكن لنفحص حالات الأكسدة هنا. ما هي حالات الأكسدة هنا؟ الهيدروجين هنا في شكله العنصري هو صفر، اثنان هيدروجين يترابطان مع بعضهم البعض ولا داعي لهم لأن يحتكروا أو يأخذوا إلكترونات من بعضهم البعض، اثنان من ذرات الأكسجين يترابطا مع بعضهم مرة أخرى. مرة أخرى حالة الأكسدة هي صفر، حالما تحترق وتشكل الماء ماذا ستكون حالات الأكسدة؟ قمنا بهذا عدة مرات. هذا الأكسجين لديه حالة أكسدة ناقص اثنان، كل هيدروجين لديه زائد واحد. إذا لنكتب التفاعلات الجزئية أو النصفية، لدينا اثنان هيدروجين وهي سعيدة بما هي عليه من الحالة المتعادلة، ينتهي بها الحال لتصبح اثنان H2، أو يمكن كتابة أربع هيدروجينات لتصبح اثنان H2 أو أربع هيدروجينات، تتحول إلى جزيئين هيدروجين أو أربع ذرات هيدروجين، وحالة الأكسدة هي زائد واحد، إذا يجب أن تكون تخلت عن إلكترون. حسنا، الآن كم عدد الهيدروجينات الكلي؟ هناك أربعة، إذا لابد أن تتخلى عن أربع إلكترونات زائد أربع إلكترونات، وهذا التفاعل النصفي للهيدروجين. الآن لنقوم بنفس الشيء بالنسبة للأكسجين. حسنا، الأكسجين لدينا الأكسجين هنا على الجانب الأيسر لديه حالة أكسدة متعادلة، ومن ثم في النهاية سيصبح اثنان أكسجين على الجانب الأيمن. يمكن كتابة هذا 2O. كل واحد من حالة أكسدة ناقص اثنان، إذا كل واحد من الأكسجين يجب أن يكون حصل على إلكترونين، لذا هم حصلوا على إلكترونين لكل واحد منهم، أو حصلوا على أربع إلكترونات. إذا ما الذي تأكسد؟ التأكسد يعني أن الإلكترونات أو الإلكترونات ماذا حدث للإلكترونات؟ أخذت من عنصر معين. الهيدروجين قد تأكسد، هذا قد تأكسد من قبل الأكسجين. وما الذي اختزل؟ Oxidized by oxygen. وما الذي اختزل؟ الأكسجين تم اختزاله من قبل الهيدروجين. وإذا أضفنا عمليا هذه التفاعلات لبعضها، إذا جعلنا هذا reduction by hydrogen، إذا جعلنا هذا الجانب الأيسر من المعادلة وجعلنا هذا الجانب الأيمن من المعادلة، يمكن القول أننا سنزيل الإلكترونات من الطرفين وسينتهي بنا الحال بالتفاعل الأصلي. وللتأكد من أن المصطلحات صحيحة لدينا، ما هو العامل المؤكسد؟ هو الشيء الذي يقوم بالأكسدة وهو الأكسجين. وما هو العامل المختزل؟ هو الهيدروجين. لنأخذ مثال آخر، هنا لدينا الحديد زائد بعض حمض الهيدروكلوريك، لنفرض أن هذا في المحلول المائي، وفي نهاية المطاف سيكون لدينا كلوريد الحديد الثنائي زائد بعض الهيدروجين. إذا نقوم بحساب أرقام التأكسد، وسأقوم بهذا سريعا هذه المرة. الحديد لوحده لديه حالة أكسدة صفر، الهيدروجين مع الكلور، الكلور هو هالوجين. هذه العناصر تحب أخذ الإلكترونات، تحب أخذ إلكترون واحد، ولديها حالة أكسدة نموذجية هي ناقص واحد، لذا الكلور سيكون لديه ناقص واحد. نعم، الهيدروجين سيكون زائد واحد، ونجمعهم ونحصل على مركب متعادل، هذا جيد. الآن على هذا الجانب، ما هي حالة الأكسدة للكلور؟ حسنا، مرة أخرى هو يحب دائما أخذ إلكترون واحد، إذا هذا ناقص واحد، لكن لدينا اثنان كلور هنا، هذا مركب متعادل، إذا حالة الأكسدة للحديد ستكون زائد اثنان. ماذا عن الهيدروجين؟ حسنا، الآن هو في حالته الجزيئية، لذا سيكون متعادل ولديه حالة أكسدة صفر. إذا ما الذي تأكسد؟ الحديد كان محايد ليصبح فاقد الإلكترونين، وهذا ما أعطاه الحد ما أعطاه الحديد هنا، هذا ما أعطاه شحنة موجبة، إذا زائد اثنان إلكترون أخذت منه، إذا هذا تأكسد. نعم، هذا تأكسد، دعوني أكتب هذا أوكسيدايزد. ماذا عن الهيدروجين؟ الهيدروجين انتقل من اثنان هيدروجين وحالة أكسدة زائد واحد. نعم،
ثم تحولوا لاثنان هيدروجين مع حاله متعادله، اذا لقد تم اضافه الكترونين الى الهيدروجينات. تو الكترونز، الكترونين اضيف، الشحنه لهم قد اختزلت، لذا تم اختزالهم. من الذي اختزلهم؟ ريديوسد. من الذي اختزلهم؟ تم اختزالهم من قبل الحديد. ومن الذي اكسد الحديد؟ تم اكسدته من قبل الهيدروجين. نعم، ماذا عن الكلور؟ الكلور لديه عدد تأكسد يساوي ناقص واحد، وهنا ناقص واحد أيضا، كان محايدا بالنسبة لتفاعل الأكسدة والاختزال. على أي حال أعتقد أنه وصلتكم الفكرة، يمكنكم أن تقوموا بالعديد من التفاعلات وترون أي من العناصر تم أكسدته وأي منها تم اختزاله. هذا كل ما لدينا في هذا الفيديو، أراكم في الفيديو التالي.